أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا وعظيمنا ورائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما تقاتلون أعداءكم بإيمانكم، فإذا استويتم بالمعصية إنما يكون الغلبة للعدد والعدة والسلاح. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه، وأعمالكم معروضة عليه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة الأفاضل، أيها المسلمون، ونحن نجلس في هذا المكان، نسأل الله عز وجل أن تحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ويباهي بنا أهل السماء أن هؤلاء الذين تركوا المساجد وتركوا البيوت وتركوا العمران وجاءوا إلى هذه الخيمة ليحادون أعداء الله من أجل أن يقفوا وقفة واحدة قائمين لحدود الله سبحانه وتعالى ناصرين الحق على الظالمين يقفون مع المظلومين. وعندما سولت نفس الخبيثة لأبرهة الأشرم لأن يهدم الكعبة وهذا دين الظالمين وهذا سنة المتجبرين في الأرض فهيأ فيلته ودباباته ومجنزراته ليهدم الكعبة. ليس هذا هو هدفنا أن نذكر هذا، بل الهدف الأكبر والمصيبة العظمى أن وجدنا أبا رغال أحد العرب، من يدل أبرهة الأشرم إلى أقصر طريق إلى الكعبة ليهدمها. ولكن الله عز وجل، وهذا قبل الإسلام، ريد كيد الكائدين إلى نحورهم فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان منهم أبو رغال، وأصبح قبره ليس مزارا للتبرك بل مزارا للعنة يلعن كانت تلعنه العرب
وهو أول خائن للعرب، أول خائن أبو رغال الذي خان العرب والعروبة. ثم كان النصر من الله سبحانه وتعالى عندما انكشف العرب وانهزم العرب وتركوا مكة وتركوا الكعبة قبلة أبيهم وآلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله. ثم جاء الإسلام ليفاوض الكفر، ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم متآمرين على دين الحق. وقد سطر الله سبحانه وتعالى آية في القرآن الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، تآمروا من أجل أن يسجنوا رسول الله أو يقتلوه أو ينفوه، أي يخربوا معالم الإسلام. ثم اجتمعوا إلى أبي طالب: يا أبا طالب، خذ لابن أخيك منا وخذ لنا منه، فقد عابنا وجاء بما جعلنا بما حط من سمعتنا في العرب. فماذا كان الموقف، موقف رسول الله المفاوض؟ قال: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما موقف خباب بن الأرت عندما صلبه الكفار وفاوضوه على دينه وعلى عقيدته، أترضى أن تكون بين أهلك سالما غانما وأن محمدا مكانك؟ قال: لا والله، لا أرضى أن يكون محمدا حيث هو وأنا بين أهلي في سربي آمنا وأن يصاب شوكة. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء سلو معمزعي. هذا كان موقف ذلك الصحابي الجليل الذي فاوضه الكفار على دينه وعلى عقيدته وعلى إسلامه وعلى رسوله وعلى موقفه. ثم ننتقل إلى مفاوض آخر الذي دخل على رستم الذي كان يقود أعظم جيوش العالم، أعظم جيوش العالم كان يقودها رستم. دخل عليه ربعي بن عامر، كان رجلا رث الثياب، يحمل سهما أو رمحا قصيرا، يركب على دابة قصيرة، فضحك منه الفرس، قال: أتضحكون منه؟ فإن العرب لا تهتم إلى منظرها ومظهرها، إنما تنظر إلى أنسابها وأخلاقها. الفرس عرف عن العرب هذه السمة، العرب لا تهتم إلى مظهرها وإلى ملابسها، إنما تهتم إلى أنسابها إلى شرفها. وكان هناك النسابة وكانوا يهتمون بأخلاقهم، وكانت الأخلاق التي ينصر فيها الضعيف. ثم كان المفاوض، ماذا كان كلام المفاوض ربعي بن عامر؟ قال، عرض عليه الإسلام، قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لخص له الإسلام بهذه العبارات الرائعة: لقد ابتعثنا الله، لم نأتي من أنفسنا، إنما بعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا، أي التفكير الدنيوي، كما كانت تقول العرب: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فلما جاءهم الإسلام قال: هناك بعث ونشور وجنة وحساب وعقاب وجنة ونار، أنكرت ذلك. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام الذي وسع المسلم ووسع اليهودي ووسع النصراني ووسع المجوسي ووسع الكافر في دولته الإسلامية، وأعطى كل ذي حق حقه. ولكن أين ذلك؟
من هذه المؤسسة الظالمة التي لا تنظر أبعد من أنفها أو من عظمة أنفها، أو لا تنظر إلا بين قدميها، لا تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى الماضي، إنما تنظر لهدف واحد، ما يسمى يهودية الدولة. جاء الإسلام ليطغى على كل ذلك بإسلامه الذي يريد أن يخرج الناس من عبودية العباد، وهذا ما يفعله هذا القوم وغيرهم، يريدون أن يعبدوا الناس، لا أقول يعبدون الأصنام بل يطوعونهم ويكونوا عبيدا عندهم، ينفذون أوامرهم، ينفذون سياساتهم، فهي عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هي خيانة عظمى من فعلها من أبناء العرب والمسلمين في هذه البلاد. ثم انظر إلى هذا، قال له انظرني اعطيني، قال له اعطيك 3 أيام، ماذا تعرض علي؟ قال الإسلام، ولكم ما لنا وأناكم ما علينا، أو الجزية إذا رفضتم وتبقون على أراضيكم، أو القتال. قال انظرني، قال 3 أيام، قال أنت كبيرهم، قال إنما أنا أدناهم ويجير أدنانا على أعلانا. ومفاوض آخر ابن عبد الحكم عندما دعاه البرتغال ليتفاوض عن المسلمين، فدخل إليهم، وكان الدخول على الملوك لا بد من تعليمات أن يدفع الإمام على الملوك والرؤساء، فشرحوا له ذلك البروتوكول التعليمات حتى وصل إلى الانحناء للملك، فقال أما هذا فلا، فإن إسلامنا يأبى علينا إلا أن ننحني لله عز وجل ولا ننحني لأحد غيره، فإن أبيتم فإني راجع من حيث أتيت فإنكم دعوتموني. وكان رجلا فارسا شاعرا أديبا فقيها، هذا الرجل الذي بعثه أمير المسلمين، وليس مفاوضا يجاري المفاوضين كحالنا هنا أو في فلسطين وغيرها من بلاد العرب. فكادوا له، فاقترح الوزير على الملك عندما يدخل ذلك المفاوض على إلى الملك يصنع له بابا قصيرا، فإذا دخل من ذلك الباب لابد أن ينحني كأنه ينحني للملك. وكانت تلك الفعلة، وصنعوا ذلك الباب، فعندما جاء فعرف أنها مكيدة، فماذا فعل؟ لابس أويعا مظبطة، يعني مرتب حاله، مش جرافي وبدلي ولا دشداش وكذا، لابس الأواعي. فما كان منه إلا أن جلس على إسته وجعل رجليه إلى وجه الملك، ثم زحف حتى دخل من الباب، ثم قام ومشى إلى الملك، فقال الملك أبينا أن يقابلنا بوجهه؟ فقابلنا في قدميه. هذه عزة الإسلام، هذه عزة الإسلام، هذه عزة الإسلام الذي ينطلق منها، الذي هي سطرها المسلمون بعد ذلك، رواية عن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما قال نحن معشر المسلمين، نحن معشر العرب، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ولا يريد ذلك شرحا كثيرا ولا شرحا موسعا، كان العرب تابعا إما للفرس وإما للروم، فلما جاء الإسلام فقضى الإسلام على الفرس وقضى على الروم. بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلما غزا الصليبيون والتطار بلاد الإسلام، وكانت العرب دويلات متفرقين، فجمعهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فدحر الصليبيين في عين في حطين. وكان محمود قطز عندما جمع دويلات الإسلام تحت راية لا إله إلا الله دحر التتار في عين جالوت. أين أبناؤنا؟ هل يذكرون هذه المعارك الفاصلة؟ ما حتى إسرائيل وقبلها الاستعمار.
انظر شطين ليس هناك بلد اسمه شطين، عين جالوت لا يعرفها الناس الا للسياحه، مع انها موقع عز وفخار لكل المسلمين في تاريخهم. محاها الاستعمار، ثم كمله هذا المشوار، كملته الصليبية وكملته الصهيونية العالمية، لتمحو من الذاكرة الإسلامية هاتين الموقعتين. حطين عندما اندحرت كل دول أوروبا على يد صلاح الدين الأيوبي في سهول حطين وطبرية، وكل جيوش التتار والمغول اندحرت في سهول عين جالوت. ثم عاد للإسلام عزة، فلن يعود للإسلام عزه إلا بمثل هذا. ونحن أيها الإخوة الأفاضل مقبلون على شهر عزة، على شهر كرامة، فيه معركة بدر، وفيه فتح مكة، وفيه عين جالوت، وفيه وحتى في عصر الحديث عبر القناة وخط بارليف كان في رمضان كذلك، مع أن نسموه أكتوبر لكن كان في رمضان، وكان الشعار الله أكبر أحد أحد الله أكبر عندما عبروا القناة. فتح أبواب السماء وغلق، وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب الجحيم وصفد الشياطين. تعالوا نحدث تغييرا في حياتنا نحو توجه واحد، أن ننصر كل المظلومين في الأرض، وأن ننصر قضايانا، وأن ننصر أنفسنا، وننصر أنفسنا على أنفسنا، وننصر أنفسنا على أعدائنا، حتى تقوم دولتنا، وحتى تقوم دولتنا على ترابنا هنا في سخنين، وهناك في الضفة، وهناك في غزة، وعلى أرض فلسطين التاريخية، أن يقوم هذا الإسلام عزا عزيزا قائما، ويذل الكفر والكافرين، ويذل الشرك والمشركين، ويذل المنافقين، ويذل الخائنين، حتى يكونوا مخزيين أمام الله، وقبل ذلك في الدنيا أمام شعوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى، يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا وتجاوز عن سيئاتنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالظالمين والظلمة، اللهم عليك بالظالمين والظلمة، اللهم عليك بساسة هذا الكيان الصهيوني. اللهم ازق كل ممزق، اللهم شتت أمره، اللهم اجعل الخلاف بينهم يا جبار السماوات وأرض، انتقم منهم. اللهم عليك بالظالمين والظلمة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.